زرع الرعف إقليمي أزرو إيموزار. إنه محمد عزو الملقب ببولوحوش الذي تورط في جرائم بشعة اهتز لها الرأي العام. بدأت قصة بولوحوش عندما دخل السجن بتهمة السرقة الموصوفة وحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا. فبعد خروجه من وراء القضبان وأثناء حضوره لزفاف أخيه انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحفل للاستفسار عن بندقية مسروقة. ما دفع ببولوحوش إلى الفرار والاستقرار بالغابة، حيث التقى هناك بمجرم آخر يدعى إدريس أمخشوم الذي ارتبط اسمه باغتصاب نساء وسلبهم ممتلكاتهم. فطلب منه هذا الأخير الانضمام إلى عصابته الإجرامية، هو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف بولوحوش. اعتمد بولوحوش على براعته في القنص في تنفيذ جرائمه، حيث تسبب في قتل الأطفال واغتصاب النساء واستهداف السياح وسلبهم ما بحوزتهم من أموال تحت التهديد بالسلاح. ورغم الحملات التمشيطية التي كانت تقوم بها عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، غير أنها لم تتمكن من الإطاحة به، إلى حين اعتقال جميع أفراد أسرته ومطالبته بتسليم نفسه من أجل الإفراج عنهم. بعد سماعه خبر إلقاء القبض على جميع أفراد الأسرة ديالو، قام بولوحوش بتسليم نفسه للأمن واعترف بارتكاب جرائم. وبعد تحقيق معه توبع بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسطو المسلح ليتم الحكم عليه بالسجن.